عودي معكم للمتابعة، اتصالتكم المباشرة مع مايا ولادي بالدنيا. يعني عن جد يا مايا ولادنا بالدنيا، صباح الخير. صباح النور. مايا، كل انسان ولاده بالدنيا، وكل انسان بحب يسمع نصايح وكيف يعرف كيف يتعاطى مع ولاده بطريقة صحيحة وصحية، وخاصة من ناحية النفسية. أنا بدي أقول رقم تليفون قدمهم على الشاشة، وكمان فيهم يتواصلوا معك من خلال رقم الواتساب 03010533. أي سؤال بحبوا يطرحوه أو أي موضوع بتحبوا أنه نفتحه، كمان مايا جاهزة لأنه تعطيكم معلومات عنه. يعني إذا الواحد دايما بده يبلش بعلاقة البي مع ولاده، مع علاقة الأم مع ولادها، هلا مش ما ياخذوها عن عقدة نفسية، بس دايما في رهجة للأم والبي رهجته حتى بيوم العيد، مع انه انت بتعرفي انه في مساواه وفي الادوار صارت موزعه بشكل متساوي، كمان في حالات استثنائيه طبعا، وبتبقى الرهجه الاكبر للام. ليش؟ هلا لانه بطبيعه الحال الام هي عم تعتني يوميا بالولاد، هيدي اذا بدك النورم او اللي بنشوفه اجمالا. هلا اكيد في حالات استثنائيه البي بيكون باله طويل، بيكون عنده شويه وقت، بيكون هو بحب يعتني بولاده، بس اجمالا شو بنشوف اكثر عند الاغلبيه انه الام هي اللي عم تعتني بالولاد بيومياتهم، يعني بتفاصيلهم، وبالتالي بتخلق هيدي العلاقه. هلا بالنسبه للفادر داي، ان كان عيد الاب او عيد الام، ينعاد عندي عتب على وسائل الاعلام، يعني ثانك يو. لا جوزيف بيستاهل نعايده. لا مش مقصد لا عن جد مش عم بمزح، لانه جوزيف يعني اللي ما بيعرفوا المشاهدين انه بتلاحق كل تفصيل صغير، يعني انه ام وبي بنفس الوقت فريمون، وهيك لازم اصلا، هيك الله لازم. الله يخليهم امهم طبعا، اكيد اكيد الله يخليهم امهم. هلا جوزيف لك تقول لك شغله، هي المجتمع تاع عيد الام، المجتمع كله بتحس انه تحرك عيد الام، يعني في انه الحفلات بالمدارس وين ما كانوا عيد الام، وبتشوف انه عن جد بصير في عجقة سير لانه عم بيجيبوا ورود وعم بيجيبوا هدايا. انا بلاحظ انه بعيد الاب الام اكثر بتنمي الفكره عند اولادها، يعني الام بتصير تقول لاولادها انه بكره عيد بابي او بكره عيد دادي، وبدنا نروح نجيب هديه وبدنا نعمل جاتو وبدنا كذا. بعيد الام مش بحاجه انه البي يقول، حلو البي يقول اكيد، بس انه مش بحاجه، يعني بتحس انه اكثر انه خلص فرضت نفسها، يعني هالرهجه عم تعرف تحليها. طيب هي تقلق، لا بدنا نحكي بعد عنها، بس خلينا ناخذ كارين حتى ما نطرها كثير. لكارين، كارين صباح الخير. صباح النور. بدي اسال مدام مايا، عندي صبي عمره 3 سنين. نعم. بيوعى بالليل، بيوعى بده بيبرون على طول. ما بعرف شو الطريق، مع انه انا بعشي يعني بتعشى منيح وبنام، بس صار له فتره هيك بيوعى بده بيبرون، بيوعى نهار ثاني، يعني بعذبني كثير، بضل اربع ساعات سهران تا يرجع ينام، لو طافي كل شيء بالبيت. بقى شو الطريقة حتى اني اخلص من البيبرون، يعني صير اعطيه حليب بلا بيبرون، بركي ما بعرف اذا هيك هلا هو كارين ما بياكل ترتين، يعني بيفتح الترتين بياكل اللي بقلبه وخلص. اوكي ليك كارين، هلا هو بس يوعى، حتى لو اخذ بيبرون بياخذ بيبرون وبيضل واعي؟ ايه بيضل واعي، مش انه بياخذ بيبرون وبيرجع بينام. لا بيضل واعي، يعني قليل تياخذ بيبرون يرجع ينام. بيوعى نهار ثاني بده يقوم يلعب، بده يحضر. وهيدا صوب اي ساعة بيصير تقريبا؟ نعم. واي ساعة تقريبا بيوعى بده بيبرون؟ يعني بيوعى 12 ونص بالليل او 11 ونص. اوف، هو بيكون معشى دجاع على 7 او 7 ونص، يعني هو 8 ونص بينام ماكسيموم. لا انا برايي اللي عم بيوعيه مش قصه البيبرون ولا قصه جوع، البيبرون صارت خصله مثل محطه بالليل، انه هيك هيك وعيد بيطلب بيبرون، يعني يمكن هي خصله مش انه جوع، منها قصه جوع، فاكيد لازم توقفيها. اول شيء بالنسبه للعمر، منه بقى عم بيجوع تنعطيه بيبرون، وعم يوعى كثير بكير، يعني بين 12 والوحده، يعني اصلا اذا بدنا نطرح احتمال انه هو يكون حاسس بالجوع، ما رح يكون حاسس بالجوع وهو دجا عم يوعى هالقد بكير. بتقولي لي 4 او 5 الصبح كبركة بيكون جوعان، فأنا برأيي أنه خلاص يعني 3 سنين بيفهم، لازم تفهمي أنه ممنوع بالليل وما تعطيها بالليل. هلأ قصة أنه نوقف بيبرون شغلة كتير مهمة، يعني نوقف بيبرون يعني 3 سنين جرب الجوبلي، أكيد في أشياء بتكون هي أول شيء مثل باي أو شاليمو، هي بتكون سيليكون معمولة لحتى ما ننتقل فورا للكباية، لأنه الولد بحاجة لمحطات قبل ما ننتقل للكباية. بس هون اللعب على نفسية الولد، أنه أنت قطعت مرحلة، أنت كبرت 3 سنين، صار يفهم علينا بالضبط جمل أنه أنت كبرت، أنت هيدي ما بتشجعه وما بتحفزه أنه يتخلص من البيبرون. بلا أكيد اللي بعملها لازم تحكي بصراحة، يعني صار كبير، مش عم 3 سنين هو لازم يكون مقتنع أنه يترك البيبرون. هلا قصة الوعي
انا بفتكر انه اذا عم يوعى ما عم يبكي، ما في توتر الى اخره، ممكن انه نجرب ناخر له وقت نومه، يعني بدل ما ننام 8:30 ننام بين 9 و9:30 مثلا، وممكن وقتها بيوعى جرب تكوني حده شوي حتى يرجع يغفى. انا شايفه انه الوعي هي مثل بالسيكل دو سوماي، صار في بالسيكل تبع النوم صار في مثل محطه انه هو صار عنده هالعاده انه هو يوعى، ما بفتكر اكثر من هيك. فمن هون بقول لك انه كون شوي حاسمه اكثر بالموضوع، ما بدنا نضربه، ما بدنا نعيط عليه اكيد، بس حاسمه بطريقه الحديث انه خلص انه انت صرت كبير وهلا بدنا ننام وبقرب ثوبنا على الشباك انه برا ليل، يعني تفهمي انت وياه. تسعة ونص لطفل تاني يوم عنده مدرسه بيوعى الساعه 6 بكفي؟ هلا عم نحكي بالصيف. لا بالشتاء بنرجع بنغير. هو اللي بيصير انه عند الاطفال بين عمر السنتين والاربع سنين بيصير في تغيير بنمط النوم، كل 3-4 أشهر بنحس في شيء تغيير عند الولد، يعني الاهل بيجوا بيقولوا لنا انه كان عم يوعى، بطل عم يوعى، صار عم بينام كل الليل، هلا ما بعرف شو بوعى، عم يوعى 5، كان عم يوعى 8 الصبح، يعني بيصير في هيدا التغيير. كثير سهل انه نرجع قبل ما بدها تبلش المدرسه، وهو بفتكر بيكون اول سنه مدرسه السنه الجايه اذا 3 سنين، كثير سهل انه نرجع قبل ب10 ايام نركلج الموضوع ونعمل قرار جديد يعني للاشياء. بس هلا بدنا نجرب هول الامور، لانه انا ما شايفه في مشكله ابدا، انا شايفه هي مجرد خصله مش اكثر من هيك، ومهم انه نوقف الببرون. هلا الببرون هي من الاشياء اللي ما بتتوقف تدريجيا، يعني بدنا نوقفها فرد مره بس بدنا نفهمه، اهم شيء نفهمه. هلا هل قبل الانتقال من صدر الام للببرون اذا كان بس عم بياخذ كمان بدها كمان نفس الصعوبه ولا كيف؟ لا هو اللي بيصير هيدا موضوع مختلف، لانه وقتها بتكون هي في رضاعه من الثدي، اللي بيصير انه بنصير نخفف وجبات الرضاعه من الثدي ونستبدلهم تدريجيا بالبيبرون. يعني الموضوع هون بيكون مختلف. بس بعمره هو بعمر 3 سنين عم يتهيألي انه اذا بعده بيبرون يمكن بياخد او 2 أو 3 بالنهار. كبدايه خليه بس على بيبرون المساء، يعني على الساعه 8 بنحتفظ فيها على شي 5-6 ايام، بس هوليك خلص بنشيلهم بنحط محلهم الجبلة. اكيد مثل ما انت قلتي هي بتصير عادي، مثل كل شخص كبير كمان بكون عنده عادة يومية وما بيتخلص منها بسهولة. مزبوط. كمان اتصال؟ يلا. الو؟ الو؟ نادية، صباح الخير. نعم. نادية. صباح الخير. تفضلي نادية، شو سؤالي؟ سوري أنا بس بدي أحكي مع المدام. تفضلي. أنا عندي ولد اسمه طارق، عمره 4 سنين و9 شهور. سوري أنا ما عم بسمع منيح. أنا عم بسمعك، 4 سنين و9 شهور، تفضلي. أنا بس بدي أقول لك إنه ابني كثير كثير بيعذبني كثير. شو بيعمل؟ مثلا ما بيسمع كلمتي، بيجاوب، يعني كثير مش شوي. انا بس بدي اعرف كيف بدي اتعامل معه. يعني انت قصدك تقولي لي انه انتو يوميا بنزاعات انت وياه؟ اي نعم. مش بس يوميا، يمكن على مدار النهار كل الوقت. اوكي. وما بيسمع الكلمه. انت وصلت لمرحلة صرتي قد ما عم بتعصبي منه، عم تستعملي كل الوقت صيغة الامر، او عم بتحسي حالك متسلطة اكثر من اللزوم لانه اعتبرتي انه هو مش عم يسمع، يعني لازم انا اكون معه هيك؟ لا لا ما هيك، انا مثلا امرار بقصص الصراحة بوقفه على الحيط. اوكي. 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 بس مثل قلتها. مثلا بقول له مثلا بدي اقول لاختي ثادية، هو بخاف منها، حتى اذا بس بيشوفها بيقعد عاقل. اوف. بس كمان بينسى، يعني شوي وخلص نسي. اوكي. مثلا بقول له لبيو، انا جوزي من غير شر مسافر، بحكي معه بقول له انه طارق عمل كذا كذا، بحكي معه مثلا بقول له انا بزعل منك اذا بتعمل هيك، ما تعذبها لماما، ما رح اجيب لك اللي بدك، خليني اسمع انه بس مثل قلتها، يعني ما في ابدا، يعني يمكن أوكي. بيسمع الكلمه شوي بعد شوي بينسى. طيب ليكي عندك اولاد غيره؟ عندي بنت عمرها 7 شهور. اوكي زغطوره. بعد سؤال، هو من النوع بيعبر عن عاطفته، بحب هيك تغمريه وتبوسيه، ولا هو من النوع لا بحب، هو حنون على فكره. اوكي. اوكي. هل غياب الاب مايا هون له دور ممكن ولا غيري من اخذ 7 شهور؟ بس بتعرف جوزيف قبل ما تسكر بدي اعرف اذا اختك فاديه، بفتكر سميتينا اسمها الان، شو يعني شو الفرق بينك وبينها اذا بدنا نسال حالنا؟ تا هو عم يعمل لها حساب او بخاف من رده فعلها، اذا بتجي بتطلعي شو بتحسيها عم تعمل غير عني؟ ولا شيء، هي شخصيتها قويه عند الاولاد. اوكي. مش بس ابني بخاف منها، يعني هي حاسمه هيك عندها صارمه. ومع انه هي بتحب الاولاد، ولا مره مثلا عيطت عليه او بهدلته او اي شيء، دائما بتحكي معه
انه طارق حبيبي مثلا، انت بتعرف انه انا بحبك، ليه بتعذب لماما، ليه ما بعرف شو. واصحاب هي يعني بتظهروا معها، بروحوا بكذبوا، بيقعدوا مثلا بتاخذنا اذا بدي انا روح مع محل هي بتاخذني عشان انا ما عندي سياره. اوكي. مثلا بنطلع عند اختي اللي بعيدتي كمان عندها، بس ما بيشوفها كل يوم. هو مش كل يوم كل يوم بيشوفها، بس بيعمل لها حساب. اوكي. اوكي. بقى بدي اعرف كيف يعني عن جد عن جد صار عندي عجز يعني. بدك تقلدي اختك فاديه، بتصور هذا اللي هتقول لك ايه مايا حسيت. على فكره في اولاد انا بخافوا مني، اوكي؟ كثير. يعني تعال هون تعال هون، ما تحكي ما تحكي، الا ابني غير. طيب. اوكي، هلا اول شيء انا بتهيألي مثل كانه اختها عم بتكون نوعا ما ولو هي انثى مثل نوع من البديل عن الاب. يعني عن وهرة الأب، إنه وهرتها عم بتكون مسموعة. أي. هلأ حسب ما عم بفهم هو ما بيشوفها يوميا، ما بيشوفها مثل ما عم بيشوف أمه على مدار ساعات النهار، هو عم بيشوف أمه، عم ينعمل لها حساب أكتر. ممكن تكون أختها هي عم بتحط الأنظمة والقوانين أكتر بالبيت، عم بتعرف أكتر على الأنظمة والقوانين، إنه هاي لازم تنعمل، هاي ما لازم تنعمل، لأنك عملت هيك شو النتائج أو شو العواقب أو إلى آخره. هلأ هول اللي أنا بحب تاخدهم من أختها. يعني يمكن هي وصلت لمرحلة لأنه هو عجزت معه، صارت أنه ما بقى تعذبني، شو صاير لك، قلت لك عمول هيك، كمرة بدي عيد الكلمة، يلي هن هول جمل اللي احنا منقوله ما بفيده أبدا. بس ما يعرفنا منها، يعني أنت عم تقول عن أختها عمرها 7 أشهر، كان الاهتمام لقاله 4 سنين وشهرين، وإجا عليه كمان طفلة صغيرة لتاخذ الاهتمام منه، وما في بيت بالبيت كمان. في عدة عوامل، في عامل الغيرة انه في مولود جديد بالبيت، في بيبي، في عامل غياب الاب مثل ما عم نقول، يعني نعم. كمان نسينا نسألها اذا وقتها بيكون الاب هون لفرصة، اذا الامور كمان بتكون نفس افضل الشي. نفس الشيء. هلا اول شيء اكيد ما عندي وقت جاوبك جواب كامل لانه عن جد يعني الجواب بده حلقة، بس اول شيء العقاب هيدا بدنا نوقفه على الحيط، لانه هيدا شغلة ابدا ابدا ما بتجيب نتيجة، مثل النوتي تشير انا برايي ما بتجيب نتيجة، يعني نحن بدنا بالعكس اول شيء ننطر على التصرفات المنيحة ونشجع عليها، يعني هي اول شيء بدنا نفكر فيه. هلا قد ايه بنحكي عن اولاد ما بيسمعوا الكلمه، لازم نضل نعمل حلقات عن هذا الموضوع. لا. لانه ياما في اولاد عن جد 3/4 اولاد ما بيسمعوا الكلمه. نعم. مش الاسبوع الجاي اللي بعده عندنا حلقه رح نسميها الاولاد اللي ما بيسمعوا الكلمه. اوكي. خلينا شوي نعطي تيبس، نعطي نصايح فيها، وتابعينا. اذا بدي اعطيك تاريخ بده يكون مش الاربعاء اللي جاي، الاربعاء اللي بعده اذا الله بريد، بيكون هيدا موضوعنا اذا ضايع. حملي بعد اذا ضايع يعني لانه عن جد الجواب بده 10 دقائق ربع ساعه، يعني هيدا موضوع صعب. لا. يعني هيدا اصعب المواضيع انه نعطي نصايح من هالنوع. صحيح. تانكيو لك مايا، ما في شبع من حديثك طبعا. لكن المشاهدين نحن وياكم بريك قصير، وبعدها بنعود للمتابعه مع ورشه ملح شيف فريد، خليكم معنا.